طلال 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 يحبه الجميع طلال 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 اللعب معه متعة بلال 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 حب لعب بهجة بهجة بلال 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 طلال وبلال صباح الخير يا دبي، أراك مستيقظاً، هل نمت جيداً؟ انظر، إنه يوم جميل، سأوقظ بلال. حان وقت الاستيقاظ يا بلال، هيا استيقظ استيقظ. أشعر بالنعاس. هذا ليس وقت التمدد في السرير، الشمس مشرقة واليوم جميل، فهيا استيقظ لأننا سنقوم بكل شيء وحدنا. وحدنا؟ وماذا عن أمي وأبي؟ سنريهما أننا كبرنا ونستطيع تدبر أمورنا لوحدنا، سنفاجئهما كثيراً. لا تصدر صوتاً، لا نريدهما أن يسمعانا، يجب أن لا يستيقظا قبل أن ننتهي من العمل. ها هو حذاؤك، اجلس على السرير وارتديه. حسناً. هذا لا يبدو صحيحاً. ليس هكذا، ارتديتهما بالمقلوب. الآن علينا أن نعد فطورنا بأنفسنا. لم أرتب سريري من قبل، إنه صعب جداً. كلا إنه سهل، سأريك كيف، فقط راقبني. دعنا نرى. لا أستطيع أن أرتبه. حسناً، لقد انتهيت من ترتيب سريري، إنه سهلاً بالنسبة لي. ولكن ما هذا الانبعاج؟ سرير منبعج. إنه أنت يا دبي، تختبئ في السرير كي لا تستيقظ. حسناً، لقد وجدتك. طلال ساعدني، لا أستطيع الخروج، النجدة. بلال، تحولت إلى بطة. أمي تقول إنه من المهم جداً أن تغسل وجهك كل صباح. اغسل وجهك هكذا، أرأيت؟ يوجد الكثير من الصابون على وجهي، الآن حان وقت التجفيف. حسناً. الآن علينا تنظيف أسناننا، خذ. هل أضع المعجونة على الفرشاة؟ لا، لأنك ستخرج الكثير من المعجون عند الضغط على العلبة، انتظر. أمسك فرشاتك، سأضع القليل منه. هذا كثير، كيف أبدو؟ رائعاً، مثل الضابط. الآن سنعد كل شيء للفطور، أولاً علينا إعداد الطاولة، وتوقف عن تناول البسكويت. خذ، ارتدي هذه حتى لا تتسخ. نعم، هكذا. الآن لنرى ما وضعته أمي في الثلاجة. مربى الفراولة الذي أفضله. خذ يا بلال، ضع هذه على الطاولة وانتبه. حسناً. هنا، ضع الحليب على الطاولة. آسف، علينا تنظيفه بسرعة. طلال، كيف لنا أن ننظف هذه الفوضى؟ لدي فكرة، سنستعمل الممسحة، رأيت أمي تفعل هذا، إنه سهل. لا تحسن استعمالها. ليست بالسهولة التي ظننتها، لما لا تساعدني؟ صباح الخير أمي، صباح الخير أبي، حان وقت الاستيقاظ. استيقظتما باكراً، ها؟ ما هذا الذي على وجهك؟ صباح الخير عزيزي، لما أنت مبتل؟ وماذا فعلت بشعرك؟ تبدو مثل الفأر بهذا الشكل. كنتما تفعلان شيئاً شقياً. بل أحسن التصرف، أليس كذلك بلال؟
رتبنا أسرتنا واغتسلنا. تدبرتما أمركما جيدا إذن، ونريدكما أن تتناولا الفطور معنا. هيا للإفطار إذن. أود أن أفعل كل شيء وحدي، لكني لا أظن أني جاهز لهذا بعد. تودان المزيد؟ أريد قطعة خبز محمصة لو سمحت. نعم وأنا. اتركا فكرة الاعتماد على نفسيكما إلى أن تكبرا. صحيح، من الأسهل أن نكون صغارا. طالل طالل محبوب من الجميع. أجل محبوب. طالل طالل في اللعب معه مدعو. نور الشمس أطل وكنا نائمين كي نثبت أننا كبرنا. اغتسلنا وحدنا، عددنا الخبز والشاي، وملأنا الأرض حليبا. أن تثبت أنك كبير ليس بالأمر السهل. طال طال محبوب من الجميع، يملأنا فرحا وبهجة. إلى اللقاء يا أصدقاء.